يبقى المية رمزها ايه؟ H2O. H2O. اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي اسمه physical proven. ايه physical؟ يعني ايه physical؟ يعني خواص فيزيائية. physical دي يعني ايه؟ يعني خواص هنتكلم في خواص اهي، خواص فيزيائية الأول كده للمية، تمام؟ وهنتكلم تمام. برضو في خواص ايه؟ هنتكلم في خواص كيميائية. خواص ايه؟ كيميائية. كيمياء. الفيزيكال اسمها فيزيكال بروبرتيز، والكيميكال اسمها كيميكال ايه؟ بروبرتيز. طبعا الفوتر انت عارف الفوتر اللي هو الايه؟ اللي هو المية. أهم حاجة المية بتمثل قد ايه؟ بتمثل قد ايه؟ من الكتلة بتاعت البحر نفسه، اللي بنسميها مياه البحار. مياه الايه؟ مياه البحار. طبعا اللي هي المياه اللي موجودة بقى في البحار والايه؟ والمحيطات والحاجات دي كلها بيسموها المياه، مياه البحار. الووتر اللي هو المية بس 97%. هي خاصية فيزيائية ولا خاصية كيميائية؟ ده خاصية فيزيائية. ماشي؟ ماشي. يبقى 97% ده نسبة الايه؟ نسبة المية في مكونات البحار. البحار اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي بنسميها كده بحار ومحيطات. بحار ومحيطات. طبعا هم عندنا انهار. البحار دي اللي هي بنسميها سي، والمحيطات اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها اوشن. ماشي؟ ماشي. طيب ايه اللي بيميز الميه؟ اللي بيميز الميه ان لها خواص غير عادي. خواص ايه؟ خواص غير عادي، يسموها كده unusual. اهي كلمه ايه؟ unusual يعني غير عادي، وimportant يعني مهمه. يبقى دي اسمها خواص ايه؟ غير عاديه، بس هي مهمه. ماشي؟ ماشي. طيب ايه ايه اهم خاصيه غير عاديه في الميه؟ اول خاصيه غير عاديه في الميه اللي لها هاي بويلنج بوينت. يعني ايه هاي بويلنج بوينت؟ يعني درجه غليان عاليه. درجه غليان ايه؟ أعلى. عاليه. يبقى هاي بويلنج بوينت يعني لها درجه غليان ايه؟ لها درجه غليان عاليه. خلاص؟ درجة الغليان دي بتحصل امتى؟ لما تكون هي في نسميها كده في الحالة الفيزيائية ليكويد فيز. ليكويد ايه؟ ليكويد فيز. هي درجة غليانها عالية بالنسبة لمين؟ بالنسبة للحاجات اللي قريبة، المركبات اللي قريبة منها. بالنسبة للمركبات اللي ايه؟ اللي قريبة منها، زي مثلا غاز الأمونيا، زي غاز الميثان مثلا يعني. فدرجة غليانها عالية بالنسبة لها. معايا؟ ماشي معايا؟ ايه معك معك برضو المية مهمة جدا للعمليات الحياتية، تمام؟ تمام. ليه؟ يبقى مهمة. مهمة في ايه؟ الماء مهمة ليه؟ لأنها تستطيع إذابة، تستطيع إذابة معظم المواد أو عدد كبير من المواد. معظم المواد بتدوب فين؟ بتدوب في المية. unique ability to dissolve most of the substance. بيبقى مهمة جدا لأنها بتدوب معظم الإيه؟ معظم المواد. طيب هي مهمة ليه؟ المية مهمة ليه برضه؟ لأنها بتلعب دور مهم جدا في التحكم في درجة الحرارة، تمام؟ يبقى برضو مهمة للتحكم في درجة الحرارة. درجة الحرارة الأحياء طبعا، درجة التحكم في درجة الإيه؟ درجة الحرارة. يبقى المية مهمة لحاجتين مهمين اللي إحنا قلناهم دلوقتي. إن هي بتعمل إيه يا محمد؟ معايا؟ ايه معك معك ده مهمة لأنها بتعمل إيه؟ ديزولف يعني تذيب most of the substance، بتذوب معظم الإيه؟ بتذوب معظم المواد. الحاجة التانية
كنترولينج كنترولينج ديستريبيوشن اوف هيت اون ذا بلانيت، يعني تتحكم في درجه او في توزيع درجه الحراره على الايه، على الكوكب، يعني تتحكم فين في درجه الحراره او في توزيع درجه الحراره، توزيع درجه الحراره. خلاص، تمام. في الميه ده هي بتتحرك في حاجه اسمها الهيدروليكال، الهيدرولوجيكال سايكل، دوره المياه العالميه، دوره المياه الايه العالمية العالميه، يعني هي بتنقل ايه، ليه هي مهمه بقى، في ليه هي مهمه في دوره الحياه العالميه دي، لان هي بتنقل المذيبات، هي ترانسبورت سيبيول، وبتنقل الغازات، وبتنقل الجسيمات اللي محتاجاها مين، الاورجانيزمز او الاحياء، الاحياء اللي هي اللي موجوده على سطح اللي هي على سطح الكوكب. يبقى الميه مهم في دوره مياه، دوره للمياه هنشوفها بعد شويه، دوره الايه المياه ده هي. المياه من خلال دوره المياه ده هي بتنقل ايه، بتنقل المذيبات سوليوتس، وبتنقل الغازات، تقوم بنقل الغازات، وتقوم بنقل الجسيمات اللي موجوده بقى، الجسيمات ده هي اللي بتشمل الاحياء الايه، الاحياء اللي موجوده على الايه، على احنا بقى في الشابتر ده، بعد ما اتكلمنا شفت كده اهميه الميه، يبقى هل ممكن الانسان يعيش على الارض بدون الميه؟ مستحيل. مستحيل. ليه بقى؟ لان احنا نرجع تاني بقى نقول ايه، بتزيد معظم الايه، المواد معظم المواد نقدر نطبخ من غير ميه؟ لا طبعا طبعا لا، مستحيل. مستحيل، صح كده. علشان الحاجه الثانيه ان هي بتتحكم في درجات الحراره، لو ما فيش حد بيتحكم في درجه الحراره، او لو ما فيش شيء بيتحكم في درجه الحراره، كان هيبقى في مكان مثلا في درجه حراره عاليه ومكان درجه حراره منخفضه، فما المكان اللي هيبقى في درجه حراره عاليه هيفضل عالي على طول، واللي في درجه حراره منخفضه يفضل منخفض على طول. لا، هي بتعمل عمليه بقى، هي بتعمل عمليه ديستريبيوشن للحراره دي، تبقى هي ديستريبيوشن هي اوف هيت اون ذا ايه، اون ذا بلانيت. الحاجه الثانيه ان هي بتنقل من خلال الميه بقى، يجي الميه، تيجي مثلا ينزل للمطر، المطر ده ينقل معاه حاجات من اماكن لايه، لاماكن ثانيه، البخار يطلع مثلا، او الميه بتاعت المحيطات تطلع فيضانات، تطلع حاجات من دي اصلا برضه نفس الكلام، تنقل معاها بعض الايه، بعض المواد وبعض الايه الغازات. ماشي، ماشي عايزين نشوف بقى اللي احنا كنا بنقول عليها من شويه دي، الجلوبال هيدروليكال هيدرولوجيكال سايكل. شوف كده الشكل ده، ايه اللي موجود في الشكل ده؟ الاتموسفير اهو، صح، ده اول واحد اتموسفير، وهنا يبقى ده الغلاف الجوي، ده سميه كده الغلاف الجوي، ودي الارض لاند، ودي المحيطات والبحار ولا المحيطات، تمام، يبقى دي تمام. الايه، ودي المحيطات، ودي حاجه اسمها المانتل، ده لحاجه اسمها الوشاح، الوشاح اللي هو ايه بقى، اللي هو الجزء اللي بعد السطح بتاع الارض على طول، الوشاح. خلاص، ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل بقى لمياه البحر، يعني نمسك او الاوشن هنا، جزء من الميه بيحصل له عمليه ايه، تبخر، ايفابوريت، بيحصل له عمليه ايه، تبخر. تبخر. هل الجزء اللي بيتبخر من البحر، من مياه البحر ده، هل الجزء اللي بيتبخر من مياه البحر ده بيروح بيضيع، يعني بيطلع في الهواء وخلاص، لا يكون سحب. في جزء منه هيكون سحب، تمام، وجزء تمام. وجزء منه هيرجع تاني، جزء منه هيرجع يحصل له عملية ايه، يحصل له بريسيبتيشن، يحصل له عملية ترسيب، يبقى جزء، لا يبقى بيطلع يحصل له عملية تبخير، وجزء يرجع تاني. طب وجزء منه بتحمله الرياح، يبقى تحمله لإيه؟
تحمله الرياح. الرياح، تروح الرياح، الرياح توديه فين؟ تروح تعمل له عملية إيه؟ تعمل له عملية، تعمل له عملية بريسيبتيشن، أو اللي هي نزول المطر يعني، اللي هي عملية ترسيب دي، بريسيبتيشن أو نزول الرطب، نزول المطر. يبقى المطر أو البريسيبتيشن من الجزء اللي طالع ده، جزء منه هينزل على الأوشن، على المحيطات، وجزء منه هينزل على الإيه؟ جزء منه هينزل على الأرض تاني. طب والميه بتاعت الأرض؟ يبقى دي ميه المحيطات. طب والميه بتاعت الأرض؟ برضه إنه جزء من الميه بتاعت الأرض، بيحصل له فابوريزيشن أو فابوريشن يعني، تمام؟ بيحصل له عملية تبخير أو تبخر. دي بقى مياه الإيه؟ مياه الأنهار والمياه اللي موجودة في الطرق والحاجات دي كلها، ومياه الآبار، كل دي يحصل منها جزء إيه؟ جزء تبخر. وجزء منها يرجع تاني للأرض تاني، بيحصل من خلال الإيه؟ نزول المطر أو نزول المطر. البريسيبتيشن، تمام؟ تمام. جزء، في جزء من الميه بتاعت الأرض دي بيروح لفين؟ بيروح للسيدمنتري روك، بيروح للإيه؟ اللي هي بنسميها المياه الجوفية، أو بيكون منه، بيتكون منه الصخور الجوفية، بيتكون منه الإيه؟ الصخور الجوفية دي، تمام؟ وجزء من المية دي اللي هو الراند فول دون، الران فول أو الران أوف، بيرجع تاني. شوف بقى المطر اللي نزل على الأرض، لما بينزل المطر هنا في جدة بيروح فين؟ للبحر. يروح للبحر اللي هو الران اوف ده، ويرجع من البحر، ويرجع من البحر يروح فين تاني؟ احنا قلنا الاوشن معناها اللي هي البحار والايه؟ والمحيطات. المحيط. البحار والايه؟ والمحيطات. يبقى جزء منها بيرجع اهو، جزء منها بيرجع بقى، جزء يرجع بنسميه كده اللي هي الميكسد لاير بتاعت بتاع الاوشن بتاع المحيطات، وجزء منها بيرجع ل الجزء منها الديب زون، الجزء العميق فين؟ في البحر. الجزء العميق اللي في البحر ده هو جاي منين؟ جاي من السيدمنتري روك. السيدمنتري ايه؟ روك، اللي هي بتبقى موجوده فين؟ في باطن، اللي هي باطن الارض. جزء من ميه المحيط بيترسب، بيروح على الوشاح، على الوشاح بتاع الارض، على الوشاح بتاع الايه؟ على الوشاح بتاع الارض. يبقى دي اسمها الايه بقى؟ دي اسمها جيولوجيكال، الجيولوجيكال ايه؟ سايكل. على يعني نعرفها بقى، يعني خلينا نعرف بقى دلوقتي ان جزء منها بيحصل له ايه؟ فابوريزيشن، تبخر، وجزء منه بيحصل ايه؟ بيرجع تاني يحصل له بريسيبتيشن. يبقى الكلمتين اللي احنا محتاجينهم قوي دلوقتي اللي هم ايه؟ الكلمتين اللي محتاجينهم محمد اسمهم ايه؟ بريزنتيشن او شيء كذا. فابورايزيشن وبريسيبتيشن. هنشوفهم دلوقتي، هنشوف الكلمتين ده هما دلوقتي. يبقى اسمه ايه؟ يبقى الجزء الاولاني، جزء الكلمه الاولانيه اسمها فيبر، جاي من فيبر. فيبر يعني ايه؟ فيبر يعني بخار، تمام؟ ناخد من البخار ده هي كلمه اسمها فابورايزيشن، تبخر. فابو رايزيشن ده اسمه تبخر. ده بيطلع فين؟ ده اللي هيبقى طالع لأعلى، ده اللي نازل لأسفل هيبقى اسمه ايه؟ اسمه بريسيبتيشن. اسمه ايه؟ برسيتيشن. بريسيبتيشن. ده اسمه ترسب او نزول المطر، ترسب او نزول الايه؟ المطر، تمام؟ ده بيحصل لمين؟ الجزء معين الميه يعني. اللي موجوده. ايوه اللي موجوده، هل كل الميه ولا اللي موجوده على السطح؟ الميه بس اللي على سطح لا، الارض، الجزء منها بس. اللي هي موجوده على سطح الارض، between the ايه land، land والاتموسفير والاوشن والمانتل، اللي هو الايه؟ المانتل ده اللي احنا قلنا اسمه الوشاح، through المشاحن. a global هيدروجيكال ايه؟ سايكل، اللي هي الدوره الهيدرولوجيكيه بتاعت الايه؟ بتاع الميه العالميه. نطلع بقى من الرسم ايه؟
ان معظم تمام معظم مياه المحيط بتظل كما هي، ما بيحصلش فيها تغيير كبير. ليه ما بيحصلش فيها تغيير كبير؟ كونستانت اوفر تايم. ليه؟ لان اللي داخل على قد اللي خارج، مفيش فرق كبير. اللي حصل له في الفابورايزيشن، اللي حصل مع الفابورايزيشن معظمه هينزل مع البريسيبتيشن، او اللي بنسميه كده الانبوت بيساوي الاوتبوت. الداخل الخارج بيساوي الايه؟ بيساوي الخارج بيساوي الداخل. امال طب معظم الميه اللي بتطلع دي بتطلع عن طريق ايه؟ زي ما احنا قلنا الفابوريزيشن، او بيسماه ايفابوريشن، يعني لها اسمين بقى، فابوريزيشن او ايفابوريشن. اللي بنسميه كده اهو فابوريزيشن. يبقى لها معنيين دلوقتي، فابوريزيشن او ايفابوريشن اللي هو التبخر يعني. A small amount is through the sediment that accumulate on the sea floor، اللي هو سطح الايه؟ سطح البحر. سطح الايه؟ سطح البحر. يبقى كمية المية اللي عندنا اللي بتطلع من المحيط حتى لو كانت كمية بسيطة، تمام؟ حتى هو small amount، small amount. خلاص؟ small ايه؟ small amount. معظمها بتطلع عن طريق ايه؟ الـ evaporation أو الـ evaporation. بعض المية ده هي تمام بتروح عن طريق بترجع تاني على الوشاح، ريتيرن اهو تو ذا اتموسفير باي فاريوس بلوبيكال ايه مينز، بترجع تاني للاتموسفير عن طريق الايه؟ او راجعه من الاسفل، ريتيرن تو راجعه من الاتموسفير تاني. 20% من ال يعني 20% 20% من ميه المحيط اللي طلعت على هيئه فابوريزيشن بترجع تاني للمحيط، بترجع تاني للمحيط على هيئه ايه؟ على هيئه مطر. على هيئه ايه؟ مطر. ماشي؟ ماشي طبعا في بقى الريفر رول اوف اند جراوند ووتر سيب كاريز از ميسنج 10%. كل اللي بيفقد من الميه حوالي ايه؟ اللي هو ال 10% باك تو ذا ايه؟ باك تو ذا سي، ترجع تاني للايه؟ ترجع تاني للبحر. يبقى 10% من ميه الامطار اللي نازله على الارض بترجع تاني تروح فين؟ ترجع تاني تروح على البحر، ومن البحر تروح على الايه؟ من البحر تروح على المحيط. دي الووتر سايكل ده بتاخد كام؟ ثلاثة 3000 وايه؟ 800 ليه؟ تو سايكلز اماونت ان ذا اوشن ثرو ذا اتموسفير اند باك انتو ذا ايه؟ اند باك انتو ذا سي. للبحر. ايوه يعني بتاخد 3000 وايه و800 علشان ترجع تاني، ترجع تاني للايه؟ ترجع تاني للايه؟ للبحر. طيب كمية المية اللي موجودة في البحر في المحيط قد ايه؟ علشان ثلاثة فاصلة ثمانية تاريخ مليون المية 3.8 بليون سنة. خلاص؟ خلاص اثناء عمليه التكسير ده هي او في جزء من الميه ده هو بيحصل له وعمليه التبريد، فجاز ووتر كوندنسد اهو تو ايه فورم بيرمننت تو ايه اوشن. يعني جزء من مياه البحار اللي موجوده على هيئه غازات اللي هي بخار الميه، اسمه كده ايه؟ بخار الماء. بخار الميه ده يحصل له عمليه تكثيف، كوندنسد يعني يحصل له عمليه ايه؟ تكثيف، ويرجع تاني يكون لنا مين؟ اللي هي الايه؟ البيرمننت اوشن او المحيطات الايه؟ المحيطات المحتمله. علشان كده يبقى احنا هنا المحيطات، ميه المحيطات عمرها ما بتتغير. علشان كده بنقول ايه؟ The volume of ocean remains ايه؟ كونستانت.
ممكن البحر يتغير، ممكن البحر يحصل له عملية انحسار للبحر، انحسار للإيه؟ للبحار. لكن بالنسبة للأوشن للمحيطات لا، صعب جدا إن هي يحصل لها عملية إيه؟ انحسار. Except during the ice eggs تمام which ended 18,000 year ago. دي كلها أرقام مش هتحتاجها قوي، يعني الأرقام دي مش هتحتاجها قوي. سامعني؟ سامعك، ايه معك. في 4.2 من عشرة في 10^7 كيلو متر مكعب طعم اوف سي ووتر واصل انتو جلاسيال ايس. يعني ايه الكلام ده؟ كمية المية ده هي، كمية المية ده هي بتنقص من مية المحيطات خلاص، ان هي بتكون ايه؟ ادي مية المحيط اللي هي بتكون تلج اسمه ايس، اسمه ايه؟ ايس. بتكون نايس. تلج. بتكون ايه؟ تلج. علشان كده خلاص السي ليفل بتاع الليفل بتاع البحر ينقص قد ايه؟ 120 متر بلو ذات اوف بيرسنت دي. تمام؟ مش كده؟ يعني بيحصل عملية نقص في حجم المحيطات بنسبة 3 ايه؟ 3%. او حصل اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت كلها حوالي 3%. على المدى الطويل بقى تمام، مع ازدياد سطوع الشمس، سطوع الشمس على المدى الطويل مع ازدياد سطوع الشمس الريت بتاع الفوتوسيشن اوف اتموسفيريك ووتر اللي هيتحول بقى الميه الهيدروجين واكسجين هيزيد. هيحصل له عملية ايه؟ هيحصل له عملية زيادة، هيحصل له عملية زيادة نتيجة ان الهيدروجين بيحصل له عملية ايه؟ هروب. بيحصل لها عملية هروب للايه؟ للمية دهيا للهيدروجين، فتقل كمية المية نتيجة سطوع الايه؟ سطوع الشمس. يبقى جزء من المية اللي على موجودة على سطح الارض هتقل، لان المية بتتحلل. بتتحلل لايه المية؟ نتيجة الشمس H2O بيتحلل بيديني H2 زائد الاوتو. ال H2 ده هو اللي بيحصل له ايه؟ ال H2 ده هو اللي بيحصل له ان هو يطلع فوق، يطلع للاتموسفير تمام؟ وبالتالي هتقل نسبة الايه؟ وبالتالي هتقل نسبة الميه. طبعا بيقول ان خلال بلايين بلايين السنين نسبة الميه اللي على الارض هيحصل لها عملية تجريد، يعني هتنتهي. يعني يحصل لها عملية إن هي تنتهي يعني. بس خلال إيه؟ المقاييس المادية. إحنا بنتكلم بإيه دلوقتي؟ مقاييس إيه يا محمد؟ المادية مقاييس المادية. لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا قال للشيء يكون إيه فيكون، إذا زلزلت الأرض إيه؟ زلزالها في أي وقت طبعًا، لكن هم بيحسبوا في المقاييس المادية. تاخد بلايين السنين علشان مية الأرض إيه؟ المية اللي موجودة على سطح الأرض تنتهي. نسبة أو المية اللي موجودة ده هي طبعا بالنسبة للبشر موجودة is predicted and the global hydrocycle with global climate change مهمة جدا لتغير المناخ. تغير الايه؟ تغير المناخ على سطح الأرض. يبقى المية تمام السايكل بتاع المية ده هي مهمة جدا لتغير المناخ على الايه؟ الأرض، ولحياة الايه؟ لحياة او النشاط الايه؟ النشاط البشري او النشاط الايه؟ النشاط البشري. نسبة النسبة والكثافة بتاع الفلودز دهيا اللي هي الطوفان يعني او الفيضانات بتزيد عن الفترة الايه؟ عن الفترة اللي فاتت. بعض المعلومات طبعا بتقول ان نسبة المطر هيحصل لها ايه اخرى؟ نسبة المطر حصل لها ايه؟ زيادة نتيجة زيادة عمليات الايه؟ نتيجة زيادة عمليات الايه؟ التبخير اللي موجودة على سطح الايه؟ اللي موجودة على سطح الارض سطح البحر. او لسطح الايه؟ سطح البحر. كل الكلام اللي احنا قلناه ده هو إيه اسمه ايه بقى؟ اسمها مقدمة. اسمها ايه؟
مقدمة. مقدمة. احنا بقى خلينا ناخد بقى الحاجات المهمة بالنسبة للمية. بيقول لي ايس فلوتس ان اتس ووتر ليكويد ستيت، يعني ايه الكلام ده؟ الثلج يطفو، بيطفو فوق الماء صح؟ صح، لأن الثلج أخف من الإيه أو كثافته أقل من المية، تمام؟ يبقى دي يعني يبقى دي تمام. أول حاجة خاصية، الآيس فلوتس إن إتس ووتر ليكويد ستيت، يطفو فوق الماء، الماء في الحالة الإيه السائلة. الحاجة التانية، ووتر إز نيرلي إنكمبريسبل، إنكمبريسبل يعني الماء أهو تمام غير قابل للانضغاط أو ينضغط قليلا غير قابل للانضغاط. هل ممكن نضغط المية؟ يعني هل ممكن نضغط المية زي الغاز كده؟ لا، الغاز اللي حاطينه في دبة ده دبة الغاز تمام؟ هل ممكن نضغط المية كده وتبقى زي الغاز اللي موجود في المية زي الغاز؟ لا. يبقى أول حاجة أول خاصية إن التلج بيطفو فوق الإيه؟ الماء، والماء غير قابل للانضغاط. ووتر هاز حاجة اسمها هيت كاباسيتي، إيه الهيت كاباسيتي ده؟ اسمها كده السعة الحرارية. السعة الإيه؟ الحرارية. تمام؟ ميكينج إت أ لارج هيت ريزرفوار، علشان كده ما دام السعة الحرارية عالية علشان كده المية بتخزن أهي، بتخزن كمية كبيرة من الطاقة. تخزن كمية كبيرة من الطاقة. يبقى المية بتخزن كمية كبيرة من الإيه؟ من الطاقة. برضو أهي درجة الحرارة، درجة الغليان بتاعة المية كام؟ 100 100 درجة مئوية. ودرجة التجمد كام؟ الصفر. صفر. يبقى دي اسمها درجة الغليان، دي من الحاجات المهمة، درجة الغليان ودرجة التجمد بتاع المية صفر تمام. That is why water is commonly found in its liquid form. احنا بنتكلم على المية في الحالة الايه؟ في حالة السائل. برضو المية ليها حاجة اسمها self extension. ايه self extension ده؟ اسمه كده التوتر السطحي. السطحي توتر السطحي السطحي عالي للميه، توتر السطح بتاع الميه ايه؟ عالي. دي كل التصرفات بتاعت الميه ده اهي راجع لايه؟ شفت كده؟ شوف احنا بقى احنا قلنا كام حاجه دلوقتي؟ ادي واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. الخمس خواص اللي احنا قلناهم ده هم بقى دول بسبب ايه؟ وجود مين؟ وجود الهيدروجين بوند بين جزيئات الميه تمام؟ يبقى بسبب وجود مين؟ يبقى الخمس حاجات اللي احنا قلناهم دلوقتي اللي هم ايه بقى يا محمد؟ اللي هي الثلج يطفو الثلج ايس فلوتس، ها؟ والماء غير قابل للانضغاط. الماء غير قابل للانضغاط او الانضغاط بتاعه بيكون يعني nearly incompressible. الحاجه الثانيه السعة الحرارية هاي هيت كاباسيتي. الحاجه الرابعه البويلنج بوينت 100 والفريزنج بوينت 0. الحاجه الخامسه السيلف استنشن للميه عالي. كل دول بسبب وجود مين؟ ها؟ وجود حاجة نقول كل اللي فات ده هو بسبب الهيدروجين بوند. الرابطة الهيدروجينية. بسبب، علشان كده دايما نقول أي خاصية غريبة للمية بسبب وجود مين؟ الهيدروجين بوند، الرابطة الهيدروجينية الرابطة الهيدروجينية. والرابطة الهيدروجينية ده هي بسبب إيه؟ أو خلت مين؟ خلت الماء قطبي تمام؟ اسمه كده الماء أهو قطبي. الماء ايه؟ قطبي. قطبي. يعني البوند اللي موجوده فيه، الروابط اللي موجوده فيه بنسميها كده، الروابط بين الجزيئيه بنسميها قطبيه.
يبقى الروابط بين الجزيئيه بنسميها كده انفراديا، يعني ما بين الجزيئيه، الروابط بين الجزيئيه او بين الجزيئات، الروابط بين الجزيئات بتكون عباره عن ايه؟ بولر. يبقى اهم حاجه عندي ان الماء ده هو ايه؟ ان الماء بولر. الماء ايه؟ بولر انتر القطبي. اللي هو بولر. يبقى انا عندي حاجتين في الكيمياء اللي اخذناهم دلوقتي، الهيدروجين بوند وبولر، تمام كده؟ تمام. اخذنا ايه؟ خدنا الهيدروجين بوند وخدنا الايه؟ خدنا البولر. البولا. البولر ده هو البولر ده عباره عن ايه؟ اللي هي الهيدروجين بوند دي عباره عن ايه؟ عباره عن هي اصلا إيه زي ما بنقول كده، ده شكل المولكيول بتاع الايه؟ ده شكل المولكيول بتاع الميه. هذا اكسجين وحوالين الاكسجين ذرتين هيدروجين. ذرتين هيدروجين. نتيجه ان الذرتين هيدروجين ده هو في فرق في حاجه اسمها الالكترونيجاتيفيتي ما بين الهيدروجين والاكسجين، ما بين الهيدروجين والاكسجين او ما بين الاكسجين والهيدروجين، يقوم يخلي الزاويه ما بينهم بتكون كام؟ بتكون 104.5. يعني يبقى ده الاكسجين اهو، وده الهيدروجين، وده الهيدروجين. الزاويه ده اهي، ده الزاويه ده هي 104.5. وال 104.5 ده هي معناها ان اللي هي عباره عن ايه؟ ان هي عباره عن بولر، بولر كوفيلنت بوند. بولر اللي هي تحت دي اللي هي بولر كوفيلنت ايه؟ بولر كوفيلنت بوند. يبقى الرابطه داخل جزيء الهيدروجين هتبقى داخل جزيء الميه هتبقى اسمها ايه؟ بولر كوفيلنت ايه؟ بوند. الوقت هينتهي كده يا محمد، ماشي؟ ماشي سامعني؟ إيه سامع. هتاخد حصة